في الطريق لقى النبي بنت صغيرة عمرها ما بلغت يمكن 11 10 او اقل من ذلك، فشافها النبي عليه الصلاة والسلام ما علم عنها انها معهم، فقال من انت؟ فعرفت بنفسها، ليش طلعتي؟ يعني الرسول شافها صغيرة ما تطلع البنت هذه الصغيرة في مثل هذه الحرب والمواجهة. قالت اردت ان اكون معك، كأن النبي فهم انها تريد ان تشرف بصحبته، فمسح النبي على رأسها وضمها، ثم اركبها النبي معه على دابته على ناقته، فركبت البنت على ناقته. يا جماعة الرسول مشغول والمواجهة صعبة، ومع ذلك نرجع الى المربع الاول، شفتوا الرحمة العظيمة، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وركبها النبي وراه. أسألكم سؤال، كم من البنات اليوم في بيوتنا، بناتنا، انا اناشد الاباء بالذات، اين رحمتك لهن؟ وين مسحك على رأسك لهن؟ لماذا تدخل البيت وانت مكفهر، والبنت حينما تنظر اليك يمكن عندها مشكلة، لها رغبة تطلب شيء، حتى لو كان الطلب بالنسبة لك لا يعنيك شيء، هو بالنسبة لها امر مهم. يا اخي طبطب على رؤوس عيالك، وامسح على رؤوس البنات، واجمعهن، واطلع انت بناتك وزوجتك وابنائك، تلطفوا. النبي في معركة في حرب يحمل جارية طفلة صغيرة ويحطها خلفه صلى الله عليه وسلم، ولما ركب النبي اسمعوا ايش تقول هالبنت، تقول فركبت خلف النبي متمسكة بالنبي عليه الصلاة والسلام، فاذا اراد النبي ان ينيخ دابته ينزل ثم يحمدني وينزلني. تقول فاذا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ولقي اصحابه ورتب معهم، قبل يركب يسأل عنها ويبحث عنها، ثم يركبها صلى الله عليه وسلم على دابته في مثل هذه الحرب. ولذلك هذه معركة خطيرة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسى هذا التعامل الإنساني عليه الصلاة والسلام مع هذه الجارية البنت الصغيرة. تقول هذه البنت، ثم لما جت الغنائم، هذه لطيفة تذكر، تقول كان من جملة ما جاء إلى النبي عقد صغير، يعني خلنا نقول زي السلسال، فأخذه النبي وجلس يبحث عني، تقول فلما رآني ناداني فأخذت العقد، قال هذا لك. تقول فلما حملت جيت بلبسه وسكره على عنقي على رقبتي، تقول قال النبي لا أعطيني إياه، فأخذها الرسول ولبسها النبي صلى الله عليه وسلم بيده صلى الله عليه وسلم. تقول هذه الجارية فبقي هذا العقد معي، والله ما خلعته من عنقي، وأوصيت أن إذا مت يدفن معي هذا العقد. قالوا لها ليش؟ قالت حتى إذا لقيت النبي يوم القيامة أتيه بهذا العقد أقول يا رسول الله هذا العقد، أنا الجارية التي كنت معك يوم خيبر، هذا العقد معي أواجهك به اليوم في جنات رب العالمين. يا جماعة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي تعامل مع كل أحد وبكل طريقة جميلة رائعة لا يمكن أحد أن ينكرها. النبي عليه الصلاة والسلام وهم طالعين في واحد من الصحابة اسمه عبد الله الأسلمي، هذا عبد الله كان يطلبه، يعرف واحد من اليهود ويطلبه 5 دراهم، يعني ما أخذ منه فلوس، وهو شايفه طالع بيركب مع النبي يروح، فوقف هذا الرجل اسمه أبو شحم يهودي، فقال أبو شحم لعبد الله الأسلمي وهو طالع، قال أين تذهب؟ قال بطلع مع الرسول، قال عطني دراهم يراهينك، قبل تطلع عطني المال ورح، قال أنا ما معي شيء، أولا ما حان وقت السداد، أنا اتفقت معك اني اسددك في وقت، الوقت ما بعد جاء. الشيء الثاني احنا بنطلع مع الرسول وبنغتنم غنيمة، واذا رجعنا خليت من الغنائم وعطيتك. قال انت مجنون، انت ستقابل الخيابرة يعني اهل خيبر، هؤلاء ليسوا مثل العرب، مو زي قريش، هؤلاء محصنين، انت ستموت انت ورسولك، عطني دراهمي والا لن تخرج من هذا المكان. فحاول فيه عطني فرصة، اذا رجعنا اذا اغتنمنا، قال ما فيه، فاحتكموا عند النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا يسلط عليكم واحد يطلبكم دين ثم يجلس من الصباح يزن الى الليل، وهو الدين كما قال الاول يقول انه ذل بالنهار وهم بالليل، ولذلك اسأل الله ان يقضي عنا وعن كل من كان عليه ديونا وغير ذلك. لكن ايضا انصح من ادان احدا من اخوانه المسلمين، اقول له يسروا ولا تعسروا، ونظرة الى ميسرة، لانك اذا انظرت معسرا فان الله يفرج عنك ويسر امرك كما انظرت ذلك المعسر. المهم ان ذا الرجل راح وياه عند النبي عليه الصلاة والسلام، قال ابو شحم يا رسول الله ان هذا الرجل من اصحابك اخذ مني 5 دراهم واني اريد ان اعيدها لي. قال صحيح يا عبد الله؟ قال نعم، بس باقي عليها وقت يا رسول الله، وانا قلت له اذا رجعنا. قال اعطيه ماله، ادي الذي عليك.
قال يا رسول الله قلت لا أملك. قال أدي الذي عليك. يقول فذهبت فما كنت ما كان عندي لا أملك إلا ثوبين، ثوب ألبسه وثوب في البيت. يقول فأخذت أحد ثيابي ورحت أبيعه، فبعته بثلاثة دراهم. يقول باقي درهمين تورط. يقول فما وجدت إلا عمامتي، عمامة الرجل المنول هي التي تحميه من الشمس ومن الحر وتحميه كذلك من الغبار ومن آفات. ويقول ما أملك إلا هي. يقول فبعت عمامتي بدرهمين وثوبي بثلاثة دراهم. يا جماعة باع ثيابه، باع هدومه عشان ينتصر لله ولرسوله. حنا ما نبي أحد يبيع ثيابه، ولا نبغاك تبيع هدومك ولا عمامتك ولا تبيعين قلادتك ولا تبيعين ما عندك من اكسسوارات. حنا نقول عليك أن تحاول أن تبيع حقيقة النفس الأمارة هذه، وأن تشتري رضا الله، أن تبتعد عن الكسل والشيطان والهوى، وأن تنطلق إلى ما يرضي الله. يا جماعة الصحابة باعوا ثيابهم، فيقول عطيته خمسة دراهم لكني حزنت. يقول فجلست أبكي، ومرت علي عجوز وشافته جالس، قالت ما وش مجلسك يا عبد الله الأسلمي؟ قال أملك ثوبين وعمامة، فبعت الثوب والعمامة وبقي هذا الثوب. وش أسوي الآن؟ لو قطع ثوبي كيف أغسل ثوب آخر أو ألبس ثوب ثاني؟ فقالت له العجوز أتملك شيء؟ قال والله ما أملك. قالت خذ جبتي هذه، كانت تلبس أشبه ما يكون بالعباية، قالت خذها واذهب بها وقاتل، يعني البسها لعلي أن أكون مشاركة مع رسول الله بهذه الجبة. أنا ما عندي إلا هي. يا جماعة أنتم شايفين هذا المجتمع كيف مترابط؟ شايفين كيف التضحية بكل ما يملكون؟ قال لها وانت ماذا تلبسين؟ قالت انا اجلس في بيتي ولا اخرج حتى تعودوا، انا ماني طالعت من البيت، لكن بشرط تاخذ هذه الجبه وتشارك بها في 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 نصره الاسلام ونصره رسول الاسلام صلى الله عليه واله وسلم. يا جماعه يا جماعه الناس تتبرع بملابسها، الناس تنفق ما تملك، ما عاد يملك الواحد الا الثوب اللي يغطي جسده ويستر عورته، ومع ذلك يقول خذ هذا الثوب لكنني اكتب في تعداد المشاركين في سبيل الله، ويكتب لرب العالمين ممن رضي الله عنه.